مرحبا بك معنا في برنامج جاوبنا يبث عبر قناة الأنيس الفضائية في شهر رمضان إن شاء الله يا رب. مرحبا بك عمي. بارك الله فيكم. عرفنا بنفسك عمي ومنين؟ تيبازا. تيبازا والاسم الكريم؟ عمر يخلف. عمي عمر مرحبا بك معنا في برنامج جاوبنا، أسئلة ثقافية تهتم بالسيرة النبوية، إذا جاوبت معنا جواب صحيح هتربح قسيمة شراء 3000 دينار جزائري مهداة من طرف جرون توب شوب. إن شاء الله. يقول السؤال: من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفي في رمضان؟ من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام توفي؟ إبراهيم عليه السلام. حاول مرة أخرى، ما هوش إبراهيم. أبو القاسم. ليس أبو القاسم، لأنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم لقب بأبو القاسم وابنه القاسم. نعم، توفي في رمضان. بارك الله فيك عمي عمر، فرصة أخرى إن شاء الله، الله يفتح عليك. عمر مشلف. مشلف، مرحبا بك. الله يسلمك. مشلف خويا عمر. اقتراح من؟ ما فيهاش اقتراحات، سهلين. زينب. ما هي زينب؟ الجواب خطأ. لصار محمد من مزاير. عصام. لصار محمد من مزاير. محمد مزاير. من مزاير. الله يبارك فيك. والبنت واسمك؟ تسبيح لصار. تسبيح. ايه. عاشت الأسامي. تسبيح وش مسانة خراج؟ الأولى متوسط. أولى متوسط. عمر. ما أظن. لا يوجد في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عمر. إبراهيم. الجواب خاطئ، وفرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك عمي، ربي يحفظك. جمال الدين جلالي بن حميدة. جمال الدين جلالي بن حميدة. وصغوط. واسمك؟ واسمك؟ محمد أمين. محمد أمين. إسراء. إسراء جلالي بن حميدة. كيف راح تدير برنامج تاعك تاع رمضان إن شاء الله؟ تلاوة القرآن. من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفي في رمضان؟ تعرفي إسراء؟ من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. شكون؟ فاطمة الزهراء. بالبركة عليك، قسيمة شراء 3000 دينار جزائري مهداة من طرف جرون توب شوب، ومصحف مهدى من طرف دار الإمام مالك للنشر والتوزيع. قبل ما تروح جمال الدين، قلنا كلمة على رمضان واستقبال رمضان. رمضان مبارك لكل الجزائريين. كل الجزائريين وقناة. محمد أمين، نشد لنا أنشودة قبل ما تروح. تضحك بك، ربي يحفظك إن شاء الله، بارك الله فيكم.